بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنكمل تصميم الكومبايند فوتينج، وزي ما احنا قلنا قبل كده في الأجزاء السابقة خدنا إيجاد الدبس بتاع الفوتينج عشان يقاوم المومنت وعشان يقاوم الشير وعشان يقاوم البانشينج. خلاص جبنا الدبس، يبقى المفروض عايز أجيب حديد. حديد طبعا احنا لسه ده كله، خلي بالك ان احنا في اللونج دايركشن. طيب اجيب الحديد بناء على ايه؟ عندي مومنت هنا وعندي مومنت هنا وعندي مومنت هنا، يبقى انا لازم اجيب كام نوع من انواع المومنت، نوع من انواع الحديد، ثلاث انواع. طبعا ده التصميم باستخدام الفيرست برينسيبل، لكن لو انت عايز تستخدم على طول الجداول، معروف ان انت عندك الايه، الاريا اس بتساوي ايه، الام ماكسيمم على الجي في الدي في الاف مين ييلد، وانا عندي الجي بتاعتي معروفه ان هي 0.826 عشان انت واخد السي 1 ب5، يبقى اقدر اطلع الاري اس بتاعتي 1 للمومنت ده، اقارنه بالمينيمم 0.015 في مين البي ار سي في الدي، واخد الكبير فيهم. ما يقال هنا ده اري اس 1، ارجع اجيب اري اس مين 2 بناء للمومنت اللي هو على وش العمود عندي. وهنا طب اخد ده ولا ده؟ لا، اخد الكبير فيهم وابتدي اصممه برضك، اطلع الاريا اس 1 والاريا اس مين 2 والاريا اس مين 3. خلي بالك الحديد الثلاثه دولت او الثلاث انواع من الحديد اللي انت جبتهم دولت هيتحطوا فين؟ ركز معايا عشان لما نيجي نرسم الديتيل. ده هيتحط فين؟ سفلي. وده هيتحط فين؟ علوي. وده هيتحط سفلي هنا اهوت. يبقى انا عندي اريا اس 1 اهيت، وعندي اريا اس 2، وعندي اريا اس مين 3. كده انا خلصت الطول الطويل في القاعده. طب ازاي بقى نصمم الشورت دايركشن او الهيدن بيم في الكومبايند فوتينج؟ ده اللي هنشوفه في الجزء الجاي ان شاء الله. شكرا.